دلوقت الرئيس يتحدث لنا اليوم عن هذه الزيارة في ختامها أبرز المخرجات وأيضا كيف تقرون هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زيارتنا إلى الشقاء في مصر لعقد اجتماع اللجنة العراقية المشتركة. سبقنا وفد وزاري على مدى 3 أيام. اليوم توجد الاجتماعات باللجنة العليا وتوقيع 11 مذكرة تفاهم وكذلك توقيع محضر الاجتماع المشترك. هذه الزيارة هي تأتي في سياق العلاقة المتنامية بين العراق ومصر. سبق وأن زرنا مصر في آذار وعددنا لهذه الزيارة من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقات والرؤى التي توافقنا عليها في محضر العمل المشترك، وهو يمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة تنسجم مع إرادة قيادة البلدين في تطوير العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. بالتأكيد كان صيغة أو علاقة التعاون مع الأشقاء في الأردن هي جزء من مباحثات وحديثنا في مع فخامة الرئيس ومع الأخ رئيس مجلس الوزراء. مع الوفد الرسمي كان وفد من رجال الأعمال العراقيين، وعقدنا المنتدى الأعمال العراقي المصري. أكدنا على أسباب أو المحفزات التي توفرها الحكومة لدعم القطاع الخاص، ووجهنا بأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين الخاص العراقي والمصري لاستثمار الفرص الواعدة والموجودة في أكثر من قطاع في العراق. عرضنا المدن الصناعية بدءا من المدينة الصناعية الكبيرة في مدينة الفاو وهي جزء من طريق التنمية، فضلا عن مدن صناعية موجودة في باقي المحافظات. شجعنا على التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وكذلك فرص الاستثمار. اليوم أسسنا لمرحلة قادمة تعتمد على إرادة وعزيمة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا هو محور اهتمامنا في المرحلة القادمة.